معنا من عمان هاتفيا الخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمودي. مرحبا بك دكتور خضير. إذا صندوق النقد الدولي ذكر أن العراق سيضطر لدفع 60% من وارداته لسداد ديونه الخارجية في عام 2022. ما السبب دكتور خضير برأيك وراء تراكم هذه الديون على العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الواقع الذي يعيشه العراق متأتي بشكل واضح، وقد بحت أصواتنا في كثير من المجالات حينما نقول إن الفساد الذي استشرى في البلاد ودمر العباد وأدى إلى كثير من المشكلات التي يعاني منها الشعب العراقي من بطالة وفقر مدقع وهجر في الثروات الكبيرة التي وردت إلى العراق بعد 2003 من في فترة الاحتلال ولحد الآن. الموازنة الحالية 2019 لا يمكن لها أن تحقق أي أبعاد تنموية للعراق باعتبارها موازنة تذهب بصورة أكثر من 70% إلى المصروفات التشغيلية، والمصروفات التشغيلية التي ضخت في هذه الموازنة تتمثل بالرواتب والمصروفات التي تضخ إلى السلطات الثلاث، البرلمان والحكومة التنفيذية والحكومة القضائية، يعني هاي السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية تستحوذ على أكثر من 70% من الموازنة، ولا يحقق الاستثمار في هذه الموازنة أي بعد من شأنه أن ينهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد. نعم. وهذا بطبيعته يتأتى من خلال الفساد العارم الذي اجتاح مختلف القطاعات العاملة في البلد. نعم. فهو لا يحل المشكلة وإنما يزيد المشكلة تعقيدا. نعم. ولذلك نجد أن المعطيات التي تشير إلى أن 60% من الواردات المتحققة للعراق في سنة 2022 ستؤول إلى تسديد الديون والاقتراضات. ما تأثير ذلك الجهات؟ إذا دكتور خضير، ما تأثير ذلك دفع 60% من الواردات على مدى هذه السنة؟ نعم. كارثة اقتصادية واجتماعية تحل بالبلاد. نعم. وتجعل منه متخلفا في كل الجوانب وتثقل كاهل الأجيال القادمة في هذه القروض وهذه الديون التي ستتراكم على العراق وتستحوذ على كل ثرواته، ويصبح العراق من البلدان الجائعة. نعم. في الفترات المستقبلية. يتصاعد الجدل الآن بشأن موازنة عام 2019، ونواب في البرلمان قالوا أن تخصيصات الاستثمار فيها قليلة جدا، وأيضا ذكرت دكتور خضير قبل قليل مآلات ذلك. هل هناك أي بارقة أمل في هذه الموازنة؟ ليست هناك أي بارقة أمل ممكن أن تتحقق إلا بالقضاء على الفاسدين والتوجه بشكل جدي ومخلص إلى إعادة الأموال التي سرقت من ثروات البلد لكي يتم بها سداد الديون التي أثقلت كاهل الشعب، ثم توجيه تلك المبالغ التي تؤخذ من هؤلاء السراق وإعادتها إلى موازنة الدولة، إضافة إلى تقليص الرواتب المجحفة التي تستحوذ عليها هذه السلطات الثلاث، تقليصها إلى ما لا يزيد على 25% من الأقيام التي تدفع لهم، لأنها كفيلة بإشباع حاجاتهم وتوفير مستلزماتهم الحياتية. طيب.
ثم توجه ما لا يقل عن 40% إلى المجال الاستثماري، على أن يكون التوجه الاستثماري في المجالات الخدمية والمجالات التي يمكن أن تحقق إلى العراق نهضة تنموية قادرة على أن توفر لشعبه الخدمات وتقضي على البطالة والفقر والضياع المدقع في مختلف جوانب الحياة التعليمية والحياة الصحية والخدمات العامة والاجتماعية. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي من عمان دكتور خضير كاظم حمودي.